النهارده فيديو جديد. الفيديو جديد للبنات والسيدات اللي متجوزين وللعرايس اللي لسه متجوزه وكمان للبنوتات. الفيديو ده خاص جدا قبل البنوتات للناس المتجوزه وللناس اللي هي العرايس اللي لسه متجوزين الجديد. ازاي اخلي ريحه جسمي حلوه؟ ازاي اعرف الفرق بين البادي لوشن والبادي سبلاش والبادي ميست؟ كل ده هتكلم فيه النهاردة معاكو وهقولك التفاصيل بتاعت كل حاجة وازاي استخدامها وكل حاجة بتفاصيلها. يلا بينا ونشوف الفيديو مع بعض ونكمله للاخر عشان هتستفادي منه جدا جدا، وانا واثقة جدا ان هتطلعي من الفيديو ده وانت مستفادة. يلا بينا. اول حاجة هبتدي بيها البادي لوشن. طبعا انا هوريكو بس كده، دولت البادي لوشن اللي هي المفروض الكريمات. البادي لوشن اعرفه ازاي؟ البادي لوشن بيبقى معروف انه بيبقى كريمي، بيبقى كده كريم. بيبقى بالشكل ده وبيديكي لمعة بسيطة. هو مفهوش جليتر، هو بس مجرد انه بيخلي الجلد طرية، الجلد بتاعك بيبقى طري وناعم. ده بتستخدميه بعد الشاور. بصوا يبقى كده بالشكل ده كريمي بالشكل ده. ده بتستخدميه بعد كل شاور، بتستخدميه على جسمك كله، تحت القبض بقى وبين الفخاد الرجل كده، ويعني في المناطق اللي هي بتبقى سكسية شوية. ده بيخلي ريحة جسمك حلو جدا، بينعم الجلد، بيخليه طري، ما بيخليش الجلد ناشف، بيخلي ريحة الجسم كده سكسية. طبعا للناس المتجوزة وللعرايس المتجوزة دولت لازم يكونوا عندك، في عندك كذا نوع بادي لوشن، يعني مش شرط انك تجيبي زي اللي عندي، انا بقول لك الفكره وانت تجيبي اللي عندك، بتجيبي المتاح قدامك. عندك كذا نوع، يعني انا جايبه دول من اوريفليم وجايبه دولت من شرط ان انت تجيبي زي اللي عندي، انا بقول لك على المتاح وانت تجيبيه. انت في بيبقى معاه برفان، وبيبقى مثلا مع يعني ده برفانه بيبقى معاها اللوشن بتاعها. في مثلا زي دولت انا جايباهم من اوريفلام، في عندك كذا لوشن بادي لوشن، يعني مليان قد كده في الدنيا يعني، وبيتباع في كل حته البادي لوشن ومتوفر في كل مكان. فانت بتجيبي اللي يناسبك انت وبيناسب جسمك او بيناسب الريحه اللي انت بتحبيها. طيب انت ليه جايبه كل البادي لوشن ده؟ طبعا لو انت ست متجوزه او ان انت لسه عروسه جديده لازم يكون عندك كميه من البادي لوشن، عشان بعد كل غيار او بعد كل شاور لازم بتحطي نوع معين بادي لوشن عشان تبقى ريحتك حلوه. كمان عشان جسمك ما ياخدش على النوع معين على الكريم اللي هو بتاع البادي لوشن او الريحه ديت. فانت لازم يكون عندك على الاقل، لو انت عروسه جديده بتجيبي على الاقل ست، لسه بتجهزي بتجيبي، لو انت لسه عروسه وبتجهزي لازم على الاقل تجيبي ست علب مشكله بقى، شكلي انت الشكل اللي انت عايزاه والريحه اللي تناسبك والنوع اللي يناسبك. طيب البادي لوشن بيعمل ايه؟ بيخلي ريحه الجسم حلوه جدا، بيخلي الجسم طري مش ناشف، بيرطب الجسم جدا، وبيبقى فيه بادي لوشن فيه نسبه فيتامين، يعني مثلا دوت في نسبة فيتامين البادي لوشن ده، لو انتوا شايفين مكتوب قدامكم انه في كمان نسبة فيتامينات ونسبة حاجات انها تظبطوا. في بادي لوشن بيبقى فيه نسبة زبدة شيا بتدي ترطيب اعلى، فكل بادي لوشن بيدي يعني نسبة كده للجسم تخليها حلوة وتكة حلوة. للبنات بقى اللي هي مش متجوزه، مش هقولك يعني ان انت عشان انت بنت مش هتجيبي الحاجات دي، لا هاتي الحاجات دي عادي واستخدميها في البيت. لازم كلنا نبقى ريحتنا حلوه ان كنت بنت او ان كنت واحده متجوزه، بس انا بقول التكه دي للمتجوزين ليه وللعرايس ليه؟ علشان يهتموا شويه بنفسهم قدام اجوازهم، بريحتهم في البيت، ويجيبوا كميه مثلا
اللي هو يبقى قدامك متاحه. فانت لو هتجيبي هاتي مثلا 6 علب كفايه لو انت لسه بتجهزي، ولو انت بقى واحده متجوزه هاتي الكميه اللي تريحك او اللي عندك استخدميه، اللي هو لازم تبقي في البيت كده دلوعه بقى، اللي هو بس ريحتك حلوه وكده واو. يعني كده احنا اتكلمنا عن البادي لوشن، هنتكلم بقى عن البادي ميست. بصوا بقى، ده بادي ميست، ده سيكسي، ده بالرمان. البادي ميست مش عارف ده مشهور جدا على النت على فكره، حتى هم كاتبين لك من ورا عن التركيبه، خلاصه الصبار ولمسات ناعمه وتجدد شباب بشرتك وحيويتها طول اليوم. عايزه اقول لك انها بيقعد اليوم كله الريحه في ايدك، يعني جميل قوي يا بنات، ريحته تهبل. يعني عايزه اقول لك بجد بجد ريحتها جميله جدا. لو حطيتيه ده بيتحط على اللانجري، لما بتكوني لابسه اللانجري بتكوني حاطاه، ريحته جميله. ده اسمه لو انتوا شايفينه، ودوس كريم جميل جدا جدا جدا. بردك عايزه اقول لك ان دول سكسيلين برضو، دولت من اوريفلام، من برضو ريحتهم بجد حلوه جدا، بيتحطوا على اللانجري. ده بادجز بلاش، ده من كذا نوفا لو تعرفوها، اللي هي شركة كذا نوفا، جميل جدا برضو. عايزة اقولك انه حلو جدا، ده ممكن ترشيه على بوجامة وانت قاعدة في البيت، يعني مش اللي هو سيكسي، اللي هو ترشيه كده عادي. ده بريحة الفانيليا بصراحة ما حبيتوش قوي، عشان ريحة الفانيليا، انا ما بحبش ريحة الفانيليا قوي، بالذات خصوصا في العطريات والكلام ده. فده جميل برضو، بس ده لو هترشيه مثلا على بوجامة بتاع حاجة كده قاعدة بيها في البيت عادية، يعني هو مش سكسي ولا حاجة، بس هو بيدي ريحة برضك ونكهة حلوة. بس انا بصراحة ما بستخدموش علشان انا مش بحب ريحة الفانيليا وما عجبتنيش، لكن انا عجبني قوي اللي هو البادي ميست اللي هو بالرمان، ده بيترش على اللانجري جميل جدا، ودولت بيترش على اللانجري حلوين جدا سكسيين. تعالي بقى اقول لك، لا ما اتكلمتش الاول عن البنك، ودول هما الميه اللي هو بس تلاقيه ميه كده، ده اسمه بادي ميست ماشي، ده بينكي برضو مشهور، ريحتهم حلوه عجبوني برضو، بس برضك اقول لك يترشوا على البوجامه انهم ريحتهم مش قويه، مش زي برضك دولت ريحتهم سكسي انه يتحطوا على اللانجري. دولت وممكن تحطيهم برضك على اللانجري وكده وكل حاجه، بس ريحتهم مش ثابته، يعني اللي هي بتشير بسرعه، بس حلوين برضو، يعني ريحتهم حلوه جدا، ريحتها مفحفحه بس مش بتثبت فتره طويله، يعني ممكن تقعد معاكي يعني ممكن 4 5 ساعات. هاجي بقى للحاجه التحفه اللي عايزه اقول لك عليها، اللي مغرقه الدنيا، اللي هو البادي ميست برضو، بردك ده حاجة كده وهم. بس هقولك بقى على المفاجأة اللي فيه، عايزة اقولك ريحته يعني تهبل بصراحة، عايزة تبقى افضل طول الوقت اشم فيها. ده بقى بتستخدميه زي ما بيقولك كده ليلة حمراء، اللي هو الليلة كده معينة. طب ليه تستخدميه؟ هوريكي بس بيعمل ايه دلوقتي. بس عايز اقول لك، بس رشيت رشه يخرب بيت ريحتك، ده بترش كده على اللانجري كده في العظمتين اللي فوق والكلام ده كله، شايفين اللمعه؟ في نسبه جليتر بتخلي الجلد، شايفين؟ يعني يا رب تكونوا شايفينها، شايفين اللمعه؟ اللي هو اكنك حاطه جليتر على جسمك. ده يعني تستخدميه بجد في ليله كده، يعني في اوقات كده اللي هي ليله هستخدم فيه حاجه زي كده وقت معين، مش كل مره طبعا، لا ده هي بيبقى مره كده على لانجري كده، بيبقى وقت كده مناسبه، بيخلي بصراحه ريحه الجسم ريحته جميله قوي بصراحه قوي، يعني مش عارفه ابطل اشمها. ريحته جميله، وكمان نسبه هما الميه اللي هو بس تلاقيه ميه كده، ده اسمه بادي ميست ماشي، ده بينكي برضو مشهور، ريحتهم حلوه
عجبوني برضو، بس برضك اقول لك يترشوا على البوجامه انهم ريحتهم مش قويه، مش زي برضك دولت ريحتهم سيكسي انه يتحطوا على اللانجري دولت. وممكن تحطيهم برضك على اللانجري وكده وكل حاجه، بس ريحتهم مش ثابته يعني، اللي هي بتشرب بسرعه، بس حلوين برضو يعني، ريحتهم حلوه جدا، ريحتها مفحفحه بس مش بتثبت فتره طويله يعني، ممكن تقعد معاكي يعني ممكن 4 5 ساعات. هاجي بقى للحاجه التحفه اللي عايزه اقول لك عليها، اللي مغرقه الدنيا، اللي هو البادي ميست برضو. بردك ده حاجه كده وهم، بس هقول لك بقى على المفاجاه اللي فيه. عايزه اقول لك ريحته يعني تهبل بصراحه، عايزه تبقى افضل طول الوقت اشم فيها. ده بقى بتستخدميه زي ما بيقول لك كده ليله حمراء، اللي هو الليله ليله كده معينه. طب ليه تستخدميه؟ هوريكي بس بيعمل ايه دلوقتي. بس عايز اقول لك، بس رشيت رشه يخرب بيت ريحتك. ده بترش كده على اللانجري كده في العظمتين اللي فوق والكلام ده كله، شايفين اللمعه؟ في نسبه جليتر بتخلي الجلد، شايفين يعني، يا رب تكونوا شايفينها، شايفين اللمعة اللي هو اكنك حاطة جليتر على جسمك. ده يعني تستخدميه بجد في ليلة كده يعني، في اوقات كده اللي هي ليلة استخدم فيه حاجة زي كده وقت معين، مش كل مرة طبعا لا، ده هي بيبقى مرة كده على لانجري كده، بيبقى وقت كده مناسبة، بيخلي بصراحة ريحة الجسم ريحته جميلة قوي بصراحة قوي، انا مش عارفة ابطل اشمها. ريحته جميلة. وكمان نسبة فرانو تقريبا، انا يا رب اكون قلت الاسم صح، هو ده شكله. بس بصراحة جميل جدا يا بنات، يستاهل التجربة، انا عجبني جدا بصراحة. هو شكله اهو، في جليتر، لو شايفين الجليتر يهبل بجد. وبتستخدميه على اللانجري كده من على فوق كده، بترش رشتين يخلي الريحة واللمعة ايه. بردك عندي نفس البادي سبلاش اللي هو بردك فيه جليتر، ده بردك بيدي جليتر حلو قوي، بس ده عادي يعني، ده كان من فيكتوريا سيكريت، وده زي ما قلت لكم عجبني بصراحة، ده عجبني جدا جدا. انا كده كلمتكم على الانواع اللي هي البادي سبلاش والبادي لوشن والبادي ميست، وكلمتكم عنهم وانواعهم. البرفانات بقى، انت طبعا البرفان بتاعي اللي انا عايزه بس اقول لك عليه نوع حاجه معينه، البرفان انت احنا ليه بنقول تنوعي بالسبلاش والبادي لوشن؟ احنا بنقول ليه تنوعي؟ ان دي حاجات مش هتفضل ثابته يعني، ليه ان انت بتغيري، لازم تغيري انواعهم، ولازم تغيري البادي لوشن، ان بيطلع انواع جديده وانواع احسن وانواع سكسيه. فدي حاجات انا بوريكي اللي عندي، وانت بتقرري ده من بناء عليه، فانت اللي بتقرري تجيبي ايه، هو اللي انت المفروض بتشوفيه يناسبك وايه اللي ما يناسبكيش. وفي حاجات غاليه وفي حاجات معقوله يعني، دولت كان سعرهم معقول، انها اساسا صغيره 88 مللي يعني، دي سعرها معقول، فاهميني؟ في حاجات غاليه، في حاجات رخيصه، في حاجات معقوله، هاتي وجربي يعني. مش الحاجات دي لازم تكون عندك اصلا، دي حاجات اساسيه لازم تكون عندك في البيت لو انت متجوزه او انت عروسه، وبرضك لو انت بنوته مفيش مانع ان انت تدلعي نفسك مره كده ولا مرتين يعني، ان انت تقعدي تدلعي نفسك. هاتي، ولازم يبقى كلنا ريحتنا حلوه، ولازم ان كلنا كل اللي يشمنا كده يلاقي حاجات حلوه. بس في طبعا حاجات زي اللي هي السكسيه زي ما قلت لكم، دي ما تنفعش للبنوتات يعني، دي الحاجات اللي هي العرايس والمتجوزين، انما انت ممكن تستخدمي اي انواع ثانيه يعني. انت البادي لوشن ده ايه اللي يمنع ان البنات ما يستخدموه؟ لا استخدموه عادي، والبادي لوشن ده خلوا ريحه جسمكم حلوه واستخدموه. انما في حاجات زي ما قلنا سكسيه ما ينفعش ان البنات بتستخدمها، او لازم اللي بيستخدموها المتزوجين وكمان العروس. انا بقى هاجي هتكلم على البرفان اللي انا عايزه اقوله، البرفان ليه ما بنغيرهوش يعني؟ بيقول لك هو البرفان لازم تكوني متعوده على نوع نوعين معينين، عشان لما ترشيه ده يعرف ان دي يعرفك من ريحتك، اللي هو ان انت وانت ماشيه في الشارع يعرفك من ريحتك. البرفانات كده كده
طبيعي ان احنا مش في ناس لما بتحب تستخدم نوع معين ما بتحبش تغيره وبتفضل ثابته على نوع البرفانات، انما زي ما انا قلت لك الحاجات دي لازم بنغيرها ولازم بننوعها مره في مره في مره، مش بنفضل ثابتين عليها، ان دي حاجات بتبقى مؤقته للي هي لللانجري حاجات كده في البيت، انما دي بتبقى حاجات اللي هي البرفانات بتحطيها وقت الخروج بس. طبعا في بردك نقطة عايزة اتكلم فيها، ان في بنات بترش تحت القبط وعلى الجسم البرفانات، ممنوع يا بنات ان انتوا ترشوا الحاجات دي على على الجسم مباشرة، عشان بيعمل حساسية وبيعمل التهابات وبيسود المكان اللي هو تحت اللي هو الاندر ارم والبكين، ان في بنات اعرفها بترشيه في منطقة البكين، قالت لك عشان تخلي ريحة منطقة البكيني حلوة. يا جماعة ده ما بترشش في الحتت دي خالص، عايزة تحط حاجات زي كده حط حاجات مثلا خفيفة، يعني زي ده مية استخدمها وقت مش كمان على البكيني، ممكن احطه على الاندر كده رشة قبل ما البسه. ما ينفعش يا بنات نستخدم الحاجات دي على الجلد مباشرة، غلط جدا، هيعمل لك التهابات، ان دي بيبقى فيها تركيبات انت ممكن جسمك ما يجيش عليها، انت جسمك ممكن يعمل فيه حساسية، ففي حاجات ما ينفعش ان انت تستخدميها على الجسم مباشرة، انما زي ما قلنا البادي ميست والبادي سبلاش والحاجات اللي هي دي بتستخدم على الجسم مباشرة، علشان دي حاجات معمولة لكده، فيها مواد وفيها حاجات معمولة اللي تتحط على الجسم والجلد عادي، انما البرفانات ممنوعا منعا باتا ان نستخدمها على الجسم مباشرة. يا رب يكون الفيديو النهارده عجبكم، وما تنسوش تعملوا لي اللايك والشير والسبسكرايب، وما تنسيش تفعلي الجرس عشان كل فيديو جديد انزله تشوفيه، وكمان يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو بتاع النهارده. باي باي.